بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالمشوار الإفريقي بعدما تحددت بشكل رسمي الأندية التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي بعد ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالأمس في المجموعات الأربعة في دوري أبطال إفريقيا. الفرق التي تأهلت، المجموعات أو المواجهات المنتظرة في الدور ربع النهائي، توقيت قرعة دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، الفريق الأبرز أو الفريق الأقرب لمواجهة الأهلي في الأدوار القادمة وتوقيت المباريات، كل ده بالتأكيد هنتكلم فيه النهاردة من خلال برنامج الترند. وعندنا النهاردة انفراد مهم جدا بخصوص توقيت ومراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الفترة المقبلة. كمان هنتكلم على استعدادات الأهلي لمباراة الزمالك نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل بإذن الله في الرياض بالمملكة العربية السعودية. النهاردة الفريق أجازة، راحة سلبية، هناك التفاصيل وأخبار عديدة جدا حول عدد من اللاعبين. النهاردة بإذن الله هنطمنكم نتيجة أن في أخبار بالتأكيد موجودة في السوشيال ميديا وفي المواقع عن إصابة عدد من اللاعبين. كمان هنتكلم على توقيت السفر، هنتكلم على التدريبات الفترة اللي جاية بالظبط هتكون مواعيدها امتى، وقدر الإمكان نحاول نطمنكم على الفريق بعد ختام مباريات البطولة الإفريقية وصدارة المجموعة والاستعداد لبطولة جديدة اللي الأهلي هو حامل لقبها، بطل كأس مصر الموسم الماضي بعد الفوز على بيراميدز، يدافع عن لقبه أمام نادي الزمالك الغريم التقليدي في نهائي الكأس اللي هتستضيفه بإذن الله المملكة العربية السعودية. كمان النهارده عندنا إطلالة مهمة جدا عن منتخبنا الوطني، قائمة المحترفين وآخر المستجدات حول حكم نهائي كأس مصر خلال الساعات المقبلة. حلقة كالعادة فيها تفاصيل كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهارده، لأن النهارده عايزين كل الناس تشارك معانا في الإجابة على السؤال ونشوف توقعات حضراتكم. مين منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، أم الترجي التونسي؟ كل واحد يدخل يشارك معانا في التوقعات، وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم لعل وعسى تكون التوقعات فيها جزء من الواقع اللي هيحصل بإذن الله الفترة الجاية لما نتعرف على منافس الأهلي في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الإفريقي. لكن نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق راحة من التدريبات اليوم، وكمان بعثة الأهلي تسافر للسعودية يوم الأربعاء، وأخيرا الفريق يخوض تدريبين في الرياض قبل مواجهة الزمالك. نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة عندنا جولة كبيرة جدا ما بين المباريات المحلية والمباريات الأوروبية. النهاردة في مباراة في الجولة الخمستاشر للدوري العام الساعة 7 بإذن الله، إنبي هيستضيف الاتحاد السكندري، دي مواجهة وحيدة النهاردة في الجولة الخمستاشر من الدوري العام. نروح للدوري الإنجليزي، ومنذ قليل كانت في مباراة في الدوري الإنجليزي ما بين بيرلي مع بورنموث وانتهت بفوز بورنموث خارج أرضه هدفين مقابل لا شيء. الساعة 5:30 قمة مباريات الدوري الإنجليزي ومتعة البريمير ليج، مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد. السيتي بعد فوز ليفربول في الدقائق الأخيرة امبارح ليس أمامه سوى خيار وحيد وهو الفوز على اليونايتد في ديربي السيتي اللي هيتلعب النهاردة الساعة 5:30. نروح للدوري الإسباني، ومنذ قليل في مباراة انتهت ما بين فياريال وغرناطة بفوز أيضا غرناطة خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء. و5:15 أتلتيكو مدريد يستضيف ريال بيتيس، وفي 7:30 ريال مايوركا يستضيف جيرونا، وفي 10:00 من مساء اليوم أتلتيكو بالباو هيستضيف برشلونة. فرصة برشلونة يقرب شوية بعد تعادل الريال امبارح والأزمة التحكيمية اللي حصلت في نهاية اللقاء. الدوري الإيطالي، منذ قليل انتهت مباراة هيلاس فيرونا مع ساسولو بفوز صاحب الأرض والملعب فيرونا بهدف مقابل لا شيء. وفي هذه الأثناء اللي الشوط الثاني على وشك البداية، ولكن في الشوط الأول فروسنيوني متقدم على ليتشي 1-0، وإمبولي متعادل مع كالياري 0-0. 7:00 إن شاء الله أتلانتا هيستضيف بيلونيا، وفي 10:45 ديربي الغضب النابولي هيستضيف يوفنتوس السيدة العجوز. مباراة قوية جدا في ختام مباريات اليوم بين نابولي مع يوفنتوس. دي أبرز مباريات اليوم. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. انتهت مباريات الدوري أبطال إفريقيا في مرحلة الجروب ستيج، مرحلة المجموعات، وتأهلت 6 أو 8 أندية
الى مرحله الدور الربع النهائي. بالامس كان حوالي في 6 انديه خلاص تاكد تاهلهم رسميا، وكان الكلام على اخر بطاقتين مين ممكن يحسم الجوله الاخيره ويتاهل الى الدور ربع النهائي من اعظم البطولات الافريقيه الاميره السمراء دوري ابطال افريقيا. النهارده الاتحاد الافريقي زي ما انتم شايفين على الشاشه حاطط صوره دوري الابطال ونجوم الانديه الثمانيه الذين تاهلوا الى مرحله الدور ربع النهائي، وبيتصدر الصوره بالتاكيد بيرسي تاو نجم منتخب جنوب افريقيا ونجم النادي الاهلي. طيب بدايه كده لو هنتكلم على قرعه مواجهات دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، الميعاد المقترح حتى هذه اللحظه اقامه القرعه احد يومي 12 او 13 مارس هنا في مدينه 6 أكتوبر بالقرب من مقر الاتحاد الافريقي. الناس تقول النهارده 3 مارس ليه بعد 10 ايام؟ يمكن خلال الفتره القادمه المسؤولين في الاتحاد الافريقي مشغولين بدوره الالعاب الافريقيه في غانا، ومعظم المسؤولين موجودين حاليا في غانا للترتيب لدوره الالعاب الافريقيه اللي هتنطلق خلاص خلال الايام القليله المقبله. وعلى هذا الاساس سيتم تحديد موعد مبدئي لاقامه مراسم القرعه احد يومي 12 او 13 مارس. هذا هو الميعاد المقترح، ولكن حتى هذه اللحظه لم يتم تاكيد اقامه القرعه في اي من التاريخين، يا اما يوم 12 او يوم 13، ده هيتاكد في الفتره اللي جايه. طيب ده معناه ان القرعه هتتعمل خلال شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم على الامه الاسلاميه والامه العربيه يا رب باذن الله في الفتره اللي جايه. وبالتالي القرعه هتتعمل خلال شهر رمضان. ناس كتيره تقول طب خدوا بالكم المنافسات الدور ربع النهائي هتنطلق باذن الله احد ايام 29 او 30 مارس، فهل ده هيبقى وقت كافي للتحضير للفرق المنافسه؟ يعني انت كده رايح لاخر ميعاد للديدلاين، يعني انت بتتكلم على قبل ميعاد انطلاق المنافسات بحوالي 14 يوم. ف 12 13 مارس بنتكلم في 14 يوم، وهيكون عندك مواجهه احد ايام 29 او 30 مارس، فاعتقد فتره الاسبوعين هتكون فتره كافيه جدا للتحضير سواء من الانتقالات والاقامه وتذاكر الطيران وحجز ملاعب التدريب والتحضير بشكل فني للفريق المنافس. فده اخر ميعاد، يعني ده الديدلاين اللي ممكن القرعه تتعمل في هذا التوقيت. صعب جدا تتلعب بعد او تتعمل بعد هذا التوقيت، ولكن حتى الان هو التوقيت المقترح احد ايام 12 او 13 مارس، واحنا كده بنتكلم على ايام 3 او 4 رمضان باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. الكل كان بيتوقع ان النهارده بعد ختام مباراه الكونفدراليه فغالبا القرعه ممكن تكون بكره بعده بحد اقصى نهايه الاسبوع، ولكن لا، يعني في تطورات. فبنقول لحضراتكم كالعاده يمكن الخبر من خلال برنامج الترند، وده خبر حصري لحضراتكم، ان القرعه باذن الله بعد اقل من 10 ايام ولكن احد يومي 12 او 13 مارس، ووقتها هنعرف مين منافس الاهلي في مرحله الدور ربع النهائي. قرعه دوري الابطال مش هتبقى يعني فيها تفاصيل لدور الثمانيه بس، لا ده انت كمان هتعرف مشوارك لغايه المباراه النهائيه. دور الثمانيه هتلاعب مين؟ مثلا لو هنتكلم عن النادي الاهلي، يا اما هتلاعب سيمبا او مازيمبي او الترجي التونسي. طيب بعد المواجهه دي هل هتبقى عارف مشوارك في النصف النهائي؟ لان بقى الفرق اللي تاهلت حتى في الصداره، انت بتتكلم على بيترو اتلتيكو، ماموليدي سان داونز، وبنتكلم كمان على اسيك ميموزا الايفواري. فالقرعه بيبقى مراسم الاجراءات بتاعت القرعه مش دور الثمانيه، لا كمان لو الاهلي مثلا نفترض الاهلي هيلاعب الترجي في دور الثمانيه، الفائز من الاهلي والترجي من خلال الارقام والكور اللي هتتسحب في القرعه هتعرف المواجه الفريق الاخر مين. هل ممكن يبقى الفائز مثلا يعني اسيك ميموزا مع مازيمبي الكونغولي؟ ده ممكن يكون طرف مباراه تواجهها في المرحله اللي بعدها لغايه لما توصل للمباراه النهائيه، وكمان هتلعب فين. يعني دور الثمانيه في نقطه واضحه من قبل مراسم القرعه، الاهلي متصدر المجموعه الرابعه، وكل الفرق اللي تصدرت المجموعه هتلعب مباريات الذهاب خارج ارضها. فالاهلي عنده مباراه خارج مصر احد ايام 29 او 30 مارس، ده مبدئيا. وبالتالي الاهلي هيلعب خارج مصر في التوقيت ده، يا اما في تنزانيا، يا اما في الكونغو الديمقراطيه، يا اما في تونس. بعد كده لما القرعه تتعمل على السيمي فاينل في نفس المراسم نفسها هتعرف مين الفريق اللي هتواجهه، ووقتها هتعرف كمان انت مثلا لو هتواجه الفائز ما بين اسيك ميموزا ومازيمبي الكونغولي، هتعرف ان المباراه الاولى هل في القاهره ولا هتبقى في كوت ديفوار او في الكونغو الديمقراطيه. فده شكل مراسم القرعه. خلينا في الاهلي دلوقتي، الاهلي متصدر المجموعه، يا اما يواجه سيمبا او مازيمبي او الترجي.
ودول تواني المجموعات الاخرى. خلاص يانج افريكانز، الكوره بتاعت يانج افريكانز بتبقى بعيده عن القرعه مع الاهلي، لانه كان مع الاهلي في نفس المجموعه. نفس الامر للترجي، مواجهه دور الثمانيه مش هيكون مع بيترو اتلتيكو. نفس الامر المازيمبي، مواجهته في دور الثمانيه مش هتكون مع سان داونز. نفس الامر لاسيك ميموزا الايفواري، مواجهته في دور الثمانيه مش هتكون مع سيمبا التنزاني. طيب الناس ممكن تقول لي الافضل نلعب مع مين، والافضل ممكن القرعه تسفر عن ايه؟ وده السؤال اللي احنا طرحناه النهارده لكل الساده المشاهدين وكل متابعي برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، يشوفوا ويقولوا توقعاتهم، اللي بيتمنى واللي بيتوقع كله يشارك في سؤال حلقه النهارده. وباذن الله هستعرض كل الاجابات اللي معانا او اكبر قدر منها يعني عشان توقيت الحلقه. ولكن فنيا سيمبا ولا مازيمبي ولا الترجي؟ انا اروح لنقطه ابعد شويه، وانا هتكلم فيها بشكل لوجيستي مش شكل فني، لان الشكل الفني هسال فيه بالتاكيد المختصين سواء في حلقه النهارده او في الحلقات اللي جايه، واكيد عندنا وقت لغايه ما تتعمل القرعه ممكن نلاعب مين او الافضل نلاعب مين. ولكن انا هتكلم على نقطه اداريه ولوجستيه مهمه جدا. المباراه يوم 29 او 30 مارس، والاجنده الدوليه هتخلص 26 مارس، فاحنا بنتكلم على 48 ساعه. والمنتخب ما بيلعبش في مصر، هيلعب في الامارات، عنده دوره وديه مع تونس ونيوزيلندا وكرواتيا. فالمنتخب عنده مباراه يوم 26، والمعسكر هيبدا 12، ففي 14 يوم لمعسكر منتخب مصر. لعيبه الاهلي مش موجوده مع مارسيل كولر، فالافضل في الفتره دي وفي التوقيت ده نواجه مين؟ الاهلي اكيد بطل افريقيا وهو حامل النسخه الاخيره، ما بيبصش هيلاعب مين، ولكن في نقاط ثانيه ممكن تحسبها بالحسبه اللي هقولكم عليها دلوقتي. الماتش في رمضان، الماتش هيتلعب في شهر رمضان الكريم باذن الله، وقتها هنكون في منتصف شهر رمضان. فلو هتلعب مع سيمبا او مازيمبي، يا اما هتلعب ثلاثه، ده لو في مازيمبي تحديدا ثلاثه، لان مفيش اضواء كاشفه هناك، فهتلعب ثلاثه العصر. سيمبا ممكن تلعب معاه ثلاثه او سته، وفي الحالتين توقيت المباراه هتبقى في فتره الصيام. المباراه في شهر رمضان، ودي حسابات على فكره لا تقل اهميه عن الحسابات الفنيه، فالجهاز الفني بيفكر فيها واحنا بنفكر كمان معاكم فيها. طيب ده جانب متعلق بتوقيت المباراه، والمباراه هتتلعب فين؟ يا اما في ملعب سيمبا في تنزانيا، يا اما هتلعب في الكونغو الديمقراطيه، واجواء حاره واجواء رطبه وفتره صيام واللعيبه صايمه، فدي كل دي حسابات لازم تفكر فيها. طب الجانب الثاني، الترجي التونسي، هل في التوقيت ده مناسب تواجه الترجي؟ انا مش بتكلم فنيا خالص، ولا بتكلم مين كعبه على مين كمان، يعني الحمد لله الاهلي كعبه على سيمبا وعلى الترجي، يمكن مازيمبا الاهلي ما كسبوش في الكونغو قبل كده، ولكن لو على الترجي التونسي ايه الافضل؟ لا لو القرعه افضل الترجي. ليه؟ لحاجتين. اولا الترجي هيلعب المباراه دي بالليل بعد الفطار، لان ظروف تونس زي ظروف مصر، المباراه في رمضان هتتلعب بالليل، ده اكيد الساعه 9 او الساعه 10 بتوقيت القاهره. ده واحد. اتنين، تونس بتشارك في دوره وديه مع منتخب مصر في الامارات، بتشارك في دوره وديه مع منتخب مصر في الامارات، فاللي هيسري على لعيبه الترجي هيسري على لعيبه الاهلي. محدش واخد باله من الجزئيه دي خالص. اللي هيسري على لعيبه الترجي اللي موجوده في الامارات بتلعب دوره وديه مع تونس، ومن ضمنهم اكيد هيكون علي معلول، هيسري على لعيبه الاهلي. لعيبه الترجي جايه من معسكر تونس اللي في الامارات، ولعيبه الاهلي جايه من معسكر مصر في الامارات، فالتوقيت الزمني ما بين الدوره الوديه مع مباراه الترجي هيكون واحد. لو الترجي حدد 29 هيبقى الظرف الزمني 48 ساعه، اللي هيسري على الترجي هيسري على الاهلي. لو المباراه يوم السبت، اللي هيسري على الترجي هيسري على الاهلي 72 ساعه. فلوجستيا واداريا انا افضل الترجي. فكره بقى الكعب العالي، فكره الفنيات دي نسيبها للمختصين، ولكن لو بتتكلم معايا بشكل لوجستي او اداري، افضل ظرف للاهلي في الفتره دي مواجهه الترجي التونسي. اولا قرب المسافه ما بين الامارات مع تونس، لانك هتمر عن طريق مصر. اللي هيحصل مع الترجي هيحصل مع الاهلي، لان لعيبه الترجي بتلعب في تونس ولعيبه الاهلي بتلعب في مصر، والاثنين مرتبطين بنفس الدوره الوديه اللي هتتلعب في الامارات. المباراه هتتلعب بالليل في فتره الفطار بعد الصيام، فهتبقى الظروف كلها مهيئه ان الفريقين تكون الكفه متساويه. لكن لو رحت لعبت سيمبا، وده بقى القرعه ربنا يعني يسهل لما نشوف القرعه هتسفر عن ايه، سيمبا لا، الظروف هتسمح لسيمبا يكون في توقيت افضل. انت جاي من دوره وديه، المسافه ما بين الامارات لتنزانيا، هل اللعيبه هتيجي على القاهره وتلحق تسافر من القاهرة لتنزانيا؟ نفس الأمر، وهيبقى أصعب لو رايح الكونغو الديمقراطية. فده الأجواء اللي أنا بشرحها لحضراتكم، المواجهة ممكن تبقى فين وفي إطار إيه، والأفضل للأهلي إداريا ولوجستيا بعيدا عن التفاصيل الفنية.
ده شكل القرعه، ودي المواجهات المنتظره اللي ممكن الاهلي يلعب معاها خلال الفتره اللي جايه. اكيد من خلال ما سمعنا دلوقتي كل التفاصيل دي الكل هيقول لي اكيد الترجي، الكل هيقول اكيد الترجي. اخر مواجهه ما بين الاهلي والترجي، الاهلي كسب الترجي رايح جاي، وكان الاهلي كعبه عالي على الترجي. ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله في المشوار الافريقي. الاهلي تصدر المجموعه، عمل ارقام قياسيه ما اتحققتش من فتره طويله جدا، فنتمنى باذن الله الاهلي يكون موفق في هذا المشوار. طيب النادي الاهلي بيستعد ازاي؟ كده نقفل بقى ملف افريقيا ونبدا نتكلم على مباراه نهائي الكاس، لان خلاص ملف افريقيا لسه قدامنا شويه وقت، 10 ايام على القرعه، المباراه في نهايه مارس، فنقفل ملف افريقيا دلوقتي بعد خلاص ما اتكلمنا على كمان ميعاد القرعه اللي هيتم فيه الفتره اللي جايه. طيب ملف نهائي كاس مصر، والاهلي عنده مباراه صعبه جدا وقويه جدا مع نادي الزمالك، اللي بالتاكيد داخل المباراه بمعنويات عاليه، مدير فني جديد، صفقات جديده، نتائج الزمالك في الفتره الاخيره اكيد مش مقياس على مباراته مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعد ازاي؟ امبارح كان في تمرين للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه، وتدريب استشفائي للاعيبه اللي شاركت في التدريب الاساسيه او في المباراه الاساسيه امام يانج افريكانز، والنهارده راحه سلبيه. بكره التدريب يوم الاثنين صباحا الساعه 11، يوم الثلاث التدريب ايضا الساعه 11 صباحا، والسفر يوم الاربع الساعه 10 الصبح. والسفر يوم الاربع الساعه 10 الصبح. سفر الاربع تتمرن هناك في الرياض مساء، وتتمرن تمرينه ثانيه يوم الخميس، وتلعب المباراه يوم الجمعه الساعه 8 بتوقيت القاهره باذن الله. ده برنامج سفر الاهلي وتدريبات الاهلي ابتداء من بكره لغايه يوم الجمعه اللي جاي. طبعا احنا عارفين كولر دايما بيركز دايما في مساله السفر، كل ما المده تكون قليله كل ما العامل النفسي في تحضير اللاعبين للمباراه يكون افضل، ويعتقد وجهه نظر فنيه بنحيي كولر عليها، لان هو شايف ان السفريات كتير، المباريات كتير، المعسكرات كتير، فالافضل يعمل ده. ولكن قبل ما ادخل بقى في قائمه الفريق واللعيبه اللي ممكن يستعين بها مارسيل كولر والاخبار المنتشره حول للاسف اصابه عدد من اللاعبين، الاول ارحب بكابتن احمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الشباب تحت 17 سنه اللي تولى رسميا تدريب حراس المرمى وتشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2008. كابتن احمد مساء الفل ومنورني دايما على شاشه قناه الاهلي. مساء الجمال يا سعيد، ازي صحتك؟ عامل ايه؟ الله يسلمك، وحشني والله العظيم. انت اكتر والله، وبهنيك على توليك المسؤوليه في منتخب الشباب، ربنا يوفقكم باذن الله. الله يكرمك، الله يكرمك، ودعواتكم بقى معانا ان شاء الله، ربنا يكرمنا كده ونعمل جيل كويس ونوصل لحاجه كويسه ان شاء الله. جيل 17 سنه ده انت بتحط بقى ايه الاساس بتاع المنتخبات ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يا رب ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى بدايه خير بامر الله باذن الله. كل التوفيق يا رب لحضرتك ولكل الجهاز الفني والمعاون. طيب عايز الاول اخد راي حضرتك، وانا كنت بتكلم على بطوله افريقيا، الاهلي تاهل في الصداره والمواجهات المنتظره اما سيمبا او مازيمبي او الترجي، شايف صداره الاهلي ازاي؟ المواجهه اللي ممكن تكون الافضل للاهلي في التوقيت الحالي ممكن تكون مع مين؟ الاول طبعا الحمد لله شيء طبيعي، مجموعه الى حد ما كانت في المتناول، يمكن اصعبهم فرقه يانج افريكانز، انما بالوزداد يمكن عشان الحاله النفسيه بيننا وبينها او بيننا وبين فرق الجزائر عامه، الفرقه الثالثه يعني على قدهم، انما الحمد لله طبعا ثلاث تعادلات وثلاثه مكسب حاجه ايجابيه جدا. بقى لنا كتير من 2018 ما صعدناش اول المجموعه بارتياحيه، اعتقد حاجه ايجابيه جدا. تدوير اللاعبين خلي بالك في الست مباريات دول هتلاقي مش اقل من 24 لعيب او 25 لعيب لعبوا المباريات، ودي حاجه ايجابيه جدا ان عندك كل ما فيش حاجه اسمها بودلاء وما فيش حاجه اسمها اساسيين، كل الفرق الحمد لله واقفه على رجلها، والراجل عنده دي كويس جدا وبيعرف يتعامل معاها كويس قوي. اعتقد ان ثواني المجموعات فرق قويه على فكره، يعني الترجي فرقه قويه جدا، يمكن حتى مازيمبي خرج بالمواجهات المباشره قدام صن داونز، فرقه سيمبا سيمبا فرقه قويه جدا، وبقالها اربع خمس سنين في يمكن من الاسباب الرئيسيه ان احنا شفنا بطوله سيئه للنادي الاهلي في الدوري الافريقي، ان احنا بداياتنا كانت تعادل هنا وهناك، فاعتقد يعني الفرقه دي قويه. انا اتمنى ان انا اقابل الترجي لسبب واحد بس ليس الا وهو ان اللعيبه تلعب في نهار رمضان في مازيمبي وتسمبا، انما على الورق اتمنى يعني اقلهم قوه هو تسمبا، واعتقد ان احنا غالبا هنقعد مع تسمبا.
في بص مش هنكذب على بعض يعني، بيبقى في حالات كده ما اعتقدش ان الاهلي والترجي الفريقين الوحيدين العرب هيقابلوا بعض في البطوله دي، ودي وجهه نظر يعني. فاعتقد ان احنا هنقابل مازيمبيا سيمبا، وانا اتمناها سيمبا ان شاء الله، وربنا يكرم اللعيبه وتبقى يعني واقفه على رجلها في نهار رمضان، ويبقى في استعداد جيد للتمرين بفترات طويله في نهار رمضان، لان الموضوع هيبقى صعب لو قابلنا فرقه من مازيمبيا او سيمبا. يعني امنياتك الترجي نتيجه التوقيت المباراه، لكن توقعاتك ممكن تكون سيمبا التنزاني غالبا. طيب هل دوري ابطال افريقيا السنه دي فيه مفاجآت؟ يعني لاول مره من فتره كبيره جدا نشوف فريقين عربيين بس فقط في دور الثمانيه، الاهلي والترجي. كان دايما الوداد موجود بشكل مستمر، فريق من الجزائر موجود، فريق من السودان موجود، يعني اعتقد سيطره كبيره جدا لشمال افريقيا مش موجوده المره دي. اكيد، وحتى الرجاء كان كتير بيبقى موجود. يعني ساعات كتير كان وفي السنه بتاعت نهاية القرن كان الرجاء والاهلي والزمالك والوداد، فيعني كانت مربع الذهبي غالبا بيبقى فيه منه كمان ثلاث فرق، ثلاث فرق عربيه، ولكن ممكن مش مفاجآت ولا حاجه، بس كل دول افريقيا اعتقد ابتدت تبص على الدوري الافريقي تحديدا اكثر من الفرق المغرب، خاصه ان المغرب معظم لاعبتها المحترفين بره، الجزائر نفس القصه، تونس يمكن الفرقه الوحيده اللي بتعافر معاك هي الترجي، والصفاقسي من بعيد لبعيد. فيعني اعتقد لا، الفرق العربيه مستواها، حتى فرق في مصر الزمالك وبيراميدز بعيد شويه عن التاهل للنهائيات، فاعتقد يعني ده طبيعي جدا. الفرق الافريقيه ابتدت مستواها يزيد، لو بصيت حتى في الكونفدراليه هتلاقي فرق برضو مش الفرق العربيه اللي كانت برضو مستحوذه على الصعود للنهائيات هي اللي صعبه، يمكن كان على طول نهضة بركان بياخد البطوله دي، مش موجود. في فرق قويه هناك جدا. اعتقد لا يعني الخريطه بتبتدي تتبدل، حتى في بطوله افريقيا اللي فاتت للامم شفنا الفرق العربيه معظمها مش متواجد اصلا، ودي حاجه يعني سلبيه نتمنى ان احنا نلحق نتداركها، لان البطوله الافريقيه دلوقتي قوتها الشرائيه بقت اعلى وعاليه جدا جدا جدا، نتمنى انها تبقى في علو، لان دي هيبقى ليها مردود كويس جدا علينا كنادي اهلي الاول وبعدين كمنتخب مصر. طيب مش هطول عليك واسالك على مباراه الاهلي والزمالك. ماتش صعب، هل تتوقع تكون المباراه فنيا كبيره عاليه؟ الزمالك عنده جهاز فني جديد، صفقات جديده، شايف المباراه ازاي؟ كمان مع ان الاهلي الفتره الاخيره متصدر دوري الابطال، عامل نتائج جيده في الفتره الاخيره، كولر ماشي بارقام جيده جدا مع الاهلي. خلينا نتفق الاول قبل اي حاجه ان مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات. أكيد. مباراة الأهلي والزمالك أو أي مباراة عامة بتبقى بحالة اللعيبة المتواجدين في الملعب، تركيز جهاز فني، حالة عامة للفرقة، الحالة العامة للفرقة إن شاء الله مبشرة، ولكن يوم المباراة ده بيبقى حاجة يعني بعيد خالص عن التوقعات، أدي رقم واحد. رقم اتنين، نتائجنا الحمد لله ماشيين بخطة ثابتة جدا، يعني ماشيين تركيز عالي، خطة ثابتة، مهما حصل من تغييرات في الفرقة أعتقد دي مؤشر كويس جدا إن أي حد يبقى موجود. أما عن الناحية التانية فأنت بتلعب بالمتاح، وفي نفس الوقت بتحاول تقدم أحسن ما عندك. يعني أتمنى إن المباريات الأخيرة ما تخدعناش على أرض الملعب، وما ننزلش رافعين مناخيرنا فوق، يعني تكسب 5 البلدية، وتكسب بالوزاد، وتكسب النهار، تكسب امبارح أول امبارح يانج. أتمنى إن احنا نلعب إن دي مباراة نهائي، ومباراة النهائية زي ما احنا عارفين هي مش موضوع تلعب ولا تكسب، لا هي تلعب وتكسب، وإن شاء الله نلعب ونكسب. حالتك على الورق ان شاء الله احسن، ولكن المباريات دي بتخوف اكتر لما انت تكون حالتك على الورق احسن، ناهيك ان المباراه هتبقى جماهيريه قويه جدا، فيها تنافس شديد جدا، هيعلم الروح المعنويه للفرقه المنافسه، فانت لو مش نازل بنفس القوه ونفس الروح ونفس الاداء، بص اذا تساوى الروح وتساوت الروح وتساوى العزيمه، اعتقد امكانيات ومهارات فرقه النادي الاهلي ان شاء الله تكسب الجيم مستريح بامر الله، انما لو لا قدر الله هم روحهم اعلى منك، المباراة هيبقى فيها تعادل، وهيبقى فيها يعني حاجات مش مظبوطة لينا يعني نتمناها مش ما تحصلش. أكيد. طيب كابتن أحمد فوزي أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب إن شاء الله في الفترة اللي جاية. كانت رؤية فنية مهمة، وأنا بتكلم معاكم عن دور الأبطال والقرعة كان لازم برضو ناخد رأي فني، ويمكن الرأي الفني اتفق مع الرأي الإداري واللوجيست اللي كنت بتكلم عليه. أتمنى الترجي، طبعا الفنيين بقى شافوا إن الأمنيات ممكن الترجي، ولكن التوقعات هتبقى سيمبا التنزاني. ولكن انا بقول لكم فكره دوري الابطال المره دي الامر مختلف،
هل هتتفق الرؤية الفنية مع الرؤية الإدارية إنك التوقيت ده تلاعب مين؟ فكابتن أحمد اتفق معانا في هذه الرؤية إن الترجي في الفترة دي أعتقد ممكن يكون أفضل للنادي الأهلي، ولكن في النهاية على فكرة الكورة ملهاش حسابات وملهاش يعني مقاييس، أنت في الأفضل ممكن تدخل المباراة تكسب، الكورة لها دايما حسابات مختلفة. فإحنا لنا حسابات كده بنتكلم فيها إعلام، ولكن الملعب أكيد ليه حسابات تانية. نفس الأمر في مباراة الزمالك اللي هي صعبة جدا جدا، محدش يقول الاهلي كعبه وعالي كتير الفتره الاخيره على الزمالك، كسب الزمالك في الدوري اخر مره اعتقد 3 او 4 و5 3 قبل كده و3-0 في الدوري، كل دي نتائج اوكي التاريخ اثبتها وحسبها قبل كده، ولكن دلوقتي لا، الزمالك داخل عنده دوافع كبيره جدا، والاهلي كمان عنده دوافع كبيره، هو حامل لقب كاس مصر عايز يفوز ببطوله كاس مصر للمره الثانيه على التوالي، فانا اتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي. طيب قائمه الفريق والفريق بيستعد ازاي لمباراه الزمالك؟ احنا اتكلمنا على التدريبات هتبدا من بكره ان شاء الله، التدريب يوم الاثنين والثلاث والسفر الاربع، والتدريب في السعوديه هيكون يوم الاربع مساء، وتدريب اخير ايضا في السعوديه يوم الخميس، والمباراه يوم الجمعه. قائمه الفريق لسه لغايه اللحظه دي ما اتحسمش اي شيء. شايف ناس كتيره عماله تتكلم كهربا موجود مع الفريق ولا مش موجود مع الفريق؟ الراجل ممكن يستعين باحمد عبد القادر ولا مش هيستعين باحمد عبد القادر؟ كلام يعني سابق لاوانه. هو الفريق خلص تدريباته ودلوقتي هيعلن القايمه؟ لا، ليه؟ لسه في تدريب الاثنين ولسه في تدريب الثلاث، وكل شيء وارد على فكره. يعني من ضمن الاخبار اللي انا قريتها النهارده عشان اثبت لحضراتكم ان الناس بتحاول، مش هقول تخلق ازمه، بس بتحاول تصدر ازمه. تصدر ازمه بدون داعي، الناس تقول لك ايه كهربا خارج المباراه. طب نفترض مثلا وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني اشتكى كده مثلا من اجهاد خفيف. اجهاد خفيف من التدريبة اللي كانت بالأمس، وتدريب بكرة وبعده شاف الجهاز الفني إن هو مش جاهز. نفترض، أنا بدي معاكم افتراضات مثلا، بدي افتراضات مش بقول معلومة، بدي افتراضات. هل ساعتها كهربا مش هيكون موجود؟ لا، أكيد هيكون موجود. يبقى اللي طلع من امبارح عمال يقول كهربا مش موجود في الماتش بيتكلم بناء على إيه؟ بيتكلم بناء على خيالات بيحلم بيها بالليل، ملهاش معنى تاني غير كده، ملهاش معنى تاني غير كده. نفس الأمر على كل المراكز، نفس الأمر على فريق الزمالك، نفس الامر على فريق الزمالك، مفيش حد بيحدد قايمه قبل ميعاد السفر بثلاث اربع ايام، لان لسه عنده ثلاث اربع تدريبات. فاكيد كل ده مش متاح دلوقتي ولا مطروح دلوقتي. طيب، الكلام الكتير على الاصابات اللي تعرض ليها عدد من اللاعبين. بكل بساطه كده، كريم نيدفيد ما كانش موجود في ماتش يانج افريكانز لانه عنده يعني اجهاد بسيط او كدمه بسيطه، فالجهاز الطبي مع الجهاز الفني فضل ان يريح كريم ما يكونش موجود في ماتش يانج افريكانز. لسه عندك تدريبين ثلاثة الفترة الجاية قبل السفر، هيبقى فيه فحص وهيبقى فيه اطمئنان على حالة كريم إن شاء الله عشان يكون موجود مع الفريق في لقاء الزمالك. وسواء تواجد كريم أو أكرم أي لاعب، الحمد لله الأهلي عنده خيارات عديدة في وسط الملعب. نفس الأمر على وسام أبو علي، مش إصابة، وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة، وسام أبو علي شعر بإجهاد، ولما شعر بإجهاد الجهاز الطبي مع الجهاز الفني فضل إنه يريحه ما يكملش التدريب، والنهارده ما كانش فيه مران، وبكره ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه يتعمل فحص ويطمئنوا عليه. فمش عايزين نصدر قلق للجماهير، وانا مش من انصار الكلام عن تفاصيل اصابات وحالات لعيبه في التوقيت الحالي. ليه؟ اي كلام بتفاصيل فيها كواليس وتفاصيل اكتر هتبقى مفيده للمنافس. هيعرف عندك مين اللي جاهز مين مش جاهز. وبخلاف كل ده، هو الفريق لما هيجي هيسافر يوم الاربعاء سواء الاهلي او الزمالك، مش هيبقى فيه فيديوهات ولقطات وقائمه معلنه؟ هتعرف الناس وقتها مين موجود ومين مش موجود، مين موجود ومين مش موجود. ولكن سابق لاوانه اللي احنا نتكلم دلوقتي ان في حد جاله اجهاد ومش هيكون موجود في الماتش، ده سابق لاوانه. لسه النهارده الحد والمباراه يوم الجمعه، لسه النهارده الحد والفريق مسافر الاربع. فالكلام اللي اتكتب على وسام وعلى كريم نيدفيد انا بطمنكم حاجات بسيطه، بكره الجهاز الطبي والجهاز الفني هيشوف الافضل، وهيبقى في مساحه وقت 48 ساعه و72 ساعه قبل اتخاذ القرار النهائي لتحديد القائمه اللي ممكن مارسيل كولر يسافر بيها الى السعوديه. والقائمه على فكره ممكن تكون كل اللعيبه بلا استثناء، سواء المصابين او اللعيبه السليمه اللي ما فيش اي اصابه، وممكن الراجل يفضل ان يسافر بقائمه مختصره للمجموعه اللي هتلعب المباراه بس. هي في الاول والاخر وجهه نظر فنيه لمارسيل كولر، هو اللي شايف الافضل للفريق ايه في الفترة اللي جاية. فالهدوء الهدوء الهدوء مهم جدا في الايام اللي جاية. كثرة الاخبار الفترة اللي جاية هتضر الفريق اكتر ما هتفيده، لان كمان على الجانب الاخر لما تشوف المعسكر الاخر بيصدر ايه، ده الاهلي هو منتخب مصر،
عنده قايمه واثنين وثلاثه، عنده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه. خدوا بالكم من الاخبار اللي هتتصدر من المعسكر الاخر وفيها تفاصيل معنويه تدي ثقه زايده عن الحد ليك، وفي نفس الوقت تدي حافز للمنافس. الاعلام مدرسه، الاعلام مدرسه. لما تصدر خبر او لما تتكلم عن معلومه لازم وانت بتتكلم لازم تحسبها حسبتك الايجابيه، انك هل في الفتره الحاليه الاعلام ممكن يكون ليه تاثير ايجابي او سلبي على استعدادات الفريقين. الاعلام دوره مهم جدا في مثل هذه المباريات الحاسمه، والايام والتاريخ والحسابات كلها، والاوروبيين كمان لما بنشوفهم في مباراه الكلاسيكو ما بين الريال وبرشلونه بنشوف حسابات زي دي بتتقال. فمهم جدا في التوقيت الحالي. لا، الزمالك عنده صفقات جيده، الزمالك عنده لاعبين على اعلى مستوى، الزمالك في تغيير جلد، في استقرار، في حافز كبير عند الزمالك. فالمباراه صعوبتها بتوصل لمرحله 100%، مش هقول صعوبه المباراه 50 60%، لا، بنسبه 100%. وكل المباريات والنتائج السابقه ما بين الاهلي والزمالك ليست مقياس اطلاقا، ليست مقياس. وتاريخ مباريات الاهلي والزمالك بيقول الفريق اللي بيبقى كعبه عالي وكسبان وداخل بثقه عند جماهيره وعند اعلامه بيبقى داخل المباراه ممكن يخسر، والتاريخ موجود. مباراه 6-1 اكبر دليل. انا فاكر وقتها الكل قال لك الزمالك هينزل يكسب الاهلي 2-3، وكان ساعتها الزمالك عنده فريق كما يطلق عليه وقتها، قالوا فريق الاحلام، ونزل الاهلي كسب الزمالك 6. ف بقول للاعلام اللي بيحاول يقول اخبار في الفتره الحاليه، بقول للجماهير بشكل عام، بلاش تصدروا حاجات على السوشيال ميديا تدي ثقه زايده. المباراه صعبه جدا، الاهلي اكيد بيركز بشكل كبير جدا، والاهلي والزمالك الكفه متساويه، وان كانت كفه الزمالك اعلى. الزمالك جايب صفقات جديده، جايب لاعبين عندهم خبرات كبيره. انت لو بصيت على فريق الزمالك في لعيبه عندها 38 و39 سنه، لعيبه عندها كم خبرات يعني في مباريات القمه على اعلى مستوى، لازم تعمل حسبه ده. الزمالك عنده 2 حراس مرمى لعبوا منتخبات، سواء عواد او محمد صبحي. الزمالك عنده لاعب فلسطيني انضم مؤخرا، لاعب امكانياته عاليه جدا. فالزمالك بيستعد جيدا للاهلي، وبالتالي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في كامل تركيزه وفي استعداده، وما اي ما فيش حد هيحاول يشتت الفريق باي اخبار جانبيه في الفتره اللي جايه، او حتى الحديث عن فكره مين كعبه عالي او مين السكواد بتاعه او قيمته افضل في التوقيت الحالي. دي اخبار الاهلي والاستعداد للفتره اللي جايه. الناس هتسالني كتير على حكام نهائي الكاس. خلاص اتحاد الكوره اعلن ان الحكام اجانب، وخلاص فيتور بيريرا تراجع عن موقفه ووافق على ان يكون طاقم تحكيم هذا المباراه طاقم تحكيم اجنبي. والناس ممكن تقول هل تم الاستقرار ولا لا؟ في الكواليس تم الاستقرار، تم الاستقرار على طاقم التحكيم، ولكن هناك سرية شديدة جدا 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 على إعلان الأسماء في التوقيت الحالي. النهاردة الحد، الأسماء تم الاتفاق عليها، الردود حصلت، تذاكر الطيران وكل حاجة تم إرسالها، ولكن هناك سرية شديدة جدا عن أو على إعلان أسماء الحكام في التوقيت الحالي. لو تسألني إيه الأفضل في المباراة، حكم نهائي كأس العالم البولندي مارسينياك اللي أدار مباراة الأهلي وفرومنسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم الأندية، واللي سبق ليه قبل كده أدار مباراة ما بين الأهلي وبيراميدز في الدوري. أتمنى ما يجيش، أتمنى ما يجيش، لأن احنا لما نقول حكم عالمي مش شرط يكون حكم فاينل كأس العالم. على فكرة مش شرط يكون حكم فاينل كاس العالم. حكم العالمي او الحكم الكبير من وجهه نظري من خلال متابعتي لملف التحكيم سواء هنا في مصر او خارج مصر، عندك قائمه حكام مختصره في الاتحاد الاوروبي بيطلق عليهم قائمه البروفيشنال. اتمنى لما يجي حكم يجي من قائمه البروفيشنال، وما يكونش سبق ليه قبل كده اداره اي مباراه سواء في السعوديه او في مصر. حكم جديد يجي كده مش عارف الفريقين، ينزل يلعب ويحكم دون أي سوابق معرفة بأي فريق من الآخر، داخل أجواء جديدة يحكم هذا اللقاء بشكل حيادي، في ظل خلاص احنا خدنا قرار ما يكونش حكم مصري، رغم أن خلاص كان تم الاستقرار على طاقم التحكيم المصري بقيادة محمد معروف زي ما قلنا هنا في برنامج الترند، وكان تم اختار الطاقم بالكامل، وتم إرسال تذاكر الطيران، وتم كمان حجز التأشيرات، كل حاجة كانت تمت خلاص وخلصت. ولكن تراجع بيريرا وخلاص طاقم حكام أجنبي.
مش هقول دي معلومة، مش هقول دي وجهة نظر، ولكن يعني دي معلومة بقولها لحضراتكم بخصوص الحكام الأجانب. ولكن أتمنى ما يكونش مارسينياك، ما يكونش حكم قبل كده أدار للأهلي والزمالك، يكون حكم جديد. فكرة بقى حكام إنجليز مع كامل احترامي أو حكام أسبان، بصوا يا جماعة والله يعني أنا مش عايز بس أقول إن أنا في صف التحكيم المصري، أنا فعلا في صف التحكيم المصري، ولكن الدوري الإنجليزي دايما فيه مشاكل، ودايما مشاكل الدوري الإنجليزي في الفار تحديدا كتير قوي. الدوري الأسباني امبارح أهو شايفين ماتش ريال مدريد، خناقة بعد الماتش، خناقة بعد الماتش ما بين ريال مدريد وفالنسيا مع الحكم اللي صفر في نهاية المباراة وكرة عرضية وجت جون، بس صفر قبل الكرة ما تدخل الشباك، وحصلت خناقة ومشاكل كبيرة، وفي لعيب في الريال ممكن يتوقف له الفترة الجاية ماتشين ثلاثة بعد ما دفع حكم المباراة. فالمشاكل كتيرة وموجودة في كل الدوريات، ولكن الحكم اللي يجي أتمنى يكون حكم صغير في السن، حكم لياقته البدنية عالية، حكم الاتحاد الأوروبي بيعتمد عليه في المباريات الكبيرة في دوري الأبطال، وكمان من الحكام البروفيشنال اللي موجودين في قائمة اليويفا في السنة الأخيرة. قائمة المنتخب، وبالأمس جهاز المنتخب الوطني أعلن قائمة المحترفين اللي بتشهد تواجد 7 محترفين، أبرزهم محمد صلاح، أحمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمد شريف. على الشاشة هو أسماء ال7 اللاعبين المحترفين اللي تم توجيه استدعاءات رسمية عشان ينضموا للمعسكر اللي هينطلق إن شاء الله يوم 18 مارس لمواجهتي يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا، وهنلعب يوم 26 مع الفائز من تونس وكرواتيا. كلام كتير اتقال على موضوع محمد صلاح من امبارح. بصوا عشان مش هطول كتير في الملف ده، وانا عارف في ناس كتيره بتحاول تصطاد في الماء العكر. ليفربول ممكن يكون اخطا ان بعت بدري وقال صلاح مصاب ومش هينفع يجي في المعسكر، لان طبعا لسه يعني المعسكر هيبدا يوم 18، والنهارده احنا بنتكلم في يوم 3 في الشهر، لسه 15 يوم. وليفربول في الفتره دي عنده مباريات كتيره، فلو لصلاح لعب وقتها الخطاب اللي انت بعته للاتحاد المصري مش هيكون له قيمه خلاص، لان اللاعب شارك، فبالتالي لازم يتم استدعائه. لو اللاعب ما شاركش خلاص هيبقى الخطاب اوكي، اللاعب مصاب. بس الفكره في توقيت خطاب ليفربول بدري، يعني التوقيت ده لو كان بعد اسبوع 10 ايام كان هيبقى منطقي، خلاص الاجنده هتبدا بعد يومين ثلاثه، فانت بتخطر الجهاز الفني واتحاد الكره ان اللاعب مصاب، فهتبقى منطقيه، ووقتها اكيد مش هيتم استدعاء صلاح لانه مصاب. ولكن المعلومه الجديده اللي عندي، الكابتن حسام حسن ما عندوش مانع اطلاقا نتيجه ان صلاح مصاب انه ما ينضمش للمعسكر، على فكره ما ينضمش للمعسكر. ولكن الكابتن حسام بيحسبها ازاي؟ ان من النهارده لغايه انطلاق المعسكر يوم 18، لو محمد صلاح نزل وشارك مع ليفربول في اي مباراه، طبيعي وقتها انه هيضم محمد صلاح للمعسكر. هو شايفها كده، وبيني وبينكم هو كلامه منطقي او التفكير منطقي. ولكن من النهارده لغايه يوم 18 لو صلاح مصاب هو مش هيستدعيه، رغم ان اللائحه على فكره لائحه الفيفا تسمح للاتحاد المصري حتى لو في لعيب مصاب انه يجي ويخضع للكشف الطبي في الفترة اللي جاية. أقول لكم كمان على حاجة وازيدكم من الشعر بيت. جهاز المنتخب حتى لو محمد صلاح مصاب كان بيتمنى إن يكون صلاح موجود في المعسكر ده تحديدا، حتى لو مش هيشارك، عشان حاجة تانية خالص. إيه هي؟ إن كابتن المنتخب يكون موجود مع الجهاز الفني الجديد، يقعدوا مع بعض، يبقى في اجتماعات، تبقى الناس فاهمة أفكار بعض، الناس تخطط للفترة اللي جاية. ما هي الفكرة مش فكرة ملعب بس، أو فكرة أنت هتنزل وتلعب ولا مش هتلعب، لا، ممكن في تفاصيل كتيرة بره الملعب جهاز المنتخب عايز يتعامل فيها مع كابتن المنتخب من دلوقتي، بحيث أن الجهاز ده ليه أفكار معينة، ليه استراتيجية معينة يبدأ يشتغل عليها مستقبلا. فهي تفكير كابتن حسام حتى لو صلاح مصاب وتأهيله 10-20%، طب ما يجي ينضم حتى لو مش هيلعب، ويكون في اجتماعات ويبقى في تناول أفكار ما بين كابتن المنتخب مع الجهاز الفني. دي رؤية للجهاز الفني. الرؤية الثانية خطاب ليفربول بدري شوية، بدري شوية، والفترة اللي جاية في ماتشات، لعب هيبقى موجود في المعسكر يوم 18، ما لعبش أكيد جهاز المنتخب هيتمنى التوفيق لصلاح الفترة اللي جاية، يستكمل برنامجه التأهيلي، وبحيث إن يتم جاهزيته في ما بعد، بعد يعني إن شاء الله نهاية هذا المعسكر، لأن الأجندة الثانية هتكون لسه في شهر 6 اللي جاي. أتمنى الموضوع يتحل بهذا الشكل، يكون في اتصالات، يكون في يعني تواصل ما بين جهاز المنتخب مع جهاز ليفربول مع اتحاد الكوره، واكيد اللوائح لازم تحكم العمليه في الاختيارات وفي توقيتات الاجنده الدوليه. طالما الامور كلها ماشيه في نطاق اللوائح محدش هيزعل من حد، واكيد في النهايه احنا بنتمنى التوفيق لصلاح
وبنتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. لو قبل كده كانت في امور بتتم بعيدا عن اللوائح، انا هنا في برنامج الترند وقت خروج المنتخب طلعت وقلت لحضراتكم المنتخب كان بيواجه مشاكل نتيجه ان اتحاد الكوره كان بيعمل ايه وكانت مشاكله ايه وكانت لوائحه ايه وما كانش بيعمل ايه. فالفتره اللي جايه لو الامور دي هيتم اصلاحها بشكل ايجابي في صالح المحترفين وفي صالح المنتخب، احنا مع الطرفين، لان في النهايه احنا بنلعب باسم منتخب مصر. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب بطولات مفارقه غريبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر مع النادي الاهلي في دور المجموعات بدوري الابطال، افضل خط هجوم في تاريخ الاهلي بدور المجموعات في نسخه 2023، سجل 14 هدف. اضعف خط هجوم في تاريخ الاهلي بدور المجموعات في النسخه الحاليه حيث سجل 6 اهداف. هم عاملين مقارنه دور المجموعات العام الماضي والعام الحالي، بس خدوا بالكم العام الماضي 14 هدف بس كنت مستني اللحظه الاخيره، لكن العام الحالي 6 اهداف بس حاسم التاهل من قبل الجوله الاخيره. العبره في النهايه بالتاهل وبتحقيق البطوله. طب حساب سبورت 360 مصريه بيقولوا منذ الهزيمه امام سان داونز 16 مباراه متتاليه بدون هزيمه للاهلي في دوري ابطال افريقيا، 11 فوز و5 تعادلات، وده ترتيب مباريات الاهلي مع الفرق اللي لعبها بعد ما خسر من سان داونز 5-2. لعب 16 مباراه، كسب 11 وتعادل 5، كان منهم بالتاكيد ذهاب واياب نهائي دوري الابطال. حساب يلا كوره بيقولوا ان الاهلي وبيترو اتلتيكو الانجولي هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا اي مباراه في دور المجموعات. اسيك خسر من الوداد، سان داونز خسر من مازيمبي، ولكن الاهلي وبيترو اتلتيكو اللي تصدروا المجموعات في دوري الابطال ما تعرضوش الحمد لله لاي خساره في هذا الدور. حساب بطولات بيقولوا ان حسين الشحات يتساوى مع علي معلول هداف النادي الاهلي من الجيل الحالي في جميع البطولات. علي معلول 53 هدف، حسين الشحات 53 هدف، كهربا 38، محمد مجدي قفشه 37. طيب نروح كمان لاخر حاجه في ترند الاهلي. حساب كوره بلس بيقولوا كولر يستقر على الرباعي الدفاعي للنادي الاهلي. طب الكلام هنا على فكره ان رباعي الدفاعي احنا بنتكلم على معلول وعبد المنعم وربيعه وهاني. الناس ما تنساش يا جماعه ان ممكن كمان يكون في عمر كمال عبد الواحد وفي اكرم توفيق وخالد عبد الفتاح اللي انتظم في التدريبات. طيب ده ترند الاهلي. نروح بقى للسؤال اللي طرحناه، واكيد في نسبه كبيره جدا من المشاركات، واشكر كل الناس اللي تفاعلت مع سؤال حلقه النهارده من برنامج الترند. توقعاتكم مين الفرق اللي ممكن تواجه الاهلي في الدور المقبل دور الثمانية؟ غريب بيقول مساء الخير، ربنا هيجيب لنا مازيمبي عشان عارف ان احنا قد كل الصعوبات، ملعب وصيام ورطوبه. طب انت بتصعبها ليه يا استاذ غريب؟ وان شاء الله تكون الاميره السمراء ال 12 لنادينا العظيم. ماشي. سامح بيقول الاهلي لا يخشى احد والكل يهرب من الخروج على يد الاهلي، اتمنى مواجهه الترجي لتخفيف مشقه السفر والصيام في مباراه الذهاب. يتفق معايا سامح في هذا الكلام. جمال بيقول اتوقع سيمبا التنزاني بس يا ريت الترجي نظرا للسفر وتوقيت المباراه في رمضان. جماهيرنا فاهمه تفاصيل كتيره في هذا الملف. هاني بيقول وفقا للمعطيات الحاليه باقامه المباراه في رمضان يبقى ما فيش غير الترجي. تحياتي لحضرتك وشكرا ليك يا استاذ هاني. نروح لراي تاني، مصطفى بيقول الترجي التونسي ان شاء الله. نروح لراي تاني، ممدوح خليفه بيقول اتوقع الترجي التونسي ان شاء الله. طب ده هايل. اذا النهارده واحنا بنتكلم على الامور الاداريه واللوجستيه والامور الفنيه مع كابتن احمد فوزي، وكمان في تعليقات الساده المشاهدين اللي شاركوا في سؤال حلقه النهارده، الكل عارف ان الاهلي في التوقيت ده في فتره شهر رمضان الافضل يلعب مع الترجي، لكن هننتظر ونشوف القرعه بعد 10 ايام احد ايام 12 او 13 مارس مين الفريق اللي ممكن يقع مع الاهلي، سيمبا ام مازيمبي ام الترجي التونسي. بشكر بحضراتكم بالتاكيد في الختام على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا باذن الله لقاء جديد. شكرا والى اللقاء.